أستاذ عبد الرحمن، ما هي أبرز طرق النصب التي رصدتموها في وزارة التجارة عبر المواقع الإلكترونية؟ كما تعلمون مؤخراً زاد الطلب والإقبال على التجارة الإلكترونية بشكل كبير جداً. مع جائحة كورونا تضاعف النمو والطلب والإقبال على التجارة الإلكترونية بسبب اختلاف نمط المستهلك وبقائه وقت أطول في المنزل. أبرز الأساليب التي رصدتها وزارة التجارة في الاحتيال والنصب عبر التجارة الإلكترونية يأتي بمصدر كبير جداً من الحسابات المجهولة. الحسابات المجهولة التي تأتي في مواقع السناب شات أو حتى تويتر أو الفيسبوك أو الإنستغرام هي مصدر التهديد الأول للتجارة الإلكترونية عبر هذه الحسابات المجهولة التي لا يكون لديها سجل تجاري ولا يكون لديها أيضاً شهادة معروف، وهي التي تحذر الوزارة دائماً من التعامل مع هذه الحسابات. هذه الحسابات تقوم بأساليب حتى تقنع المستهلك بأنها حسابات واقعية وحسابات مقنعة حتى يشتري منها. الأسلوب الأول يقومون بشراء متابعين وهميين، لذلك عندما تأتي لهذا الحساب تجد يتابعونه عدد من الآلاف. أيضاً يقوم بشراء هذا الحساب يقوم بشراء عمليات الريتويت الوهمي، فعندما يأتي المستهلك ويتابع هذا الحساب حتى يثق يشاهد من يتابعونه بالآلاف ويشاهد عمليات رتويت وهمية أيضاً، فيقومون بشرائها باختصار. الأسلوب الثالث الذي تتبع هذه الحسابات الوهمية والمجهولة يقومون بانتقاء الصور الجاذبة والتي تغري المستهلك والمتسوق الإلكتروني، وهي صور ذات جودة عالية سواء كانت قطع من الملابس أو حتى للحقائب أو حتى للأحذية، فيزينون هذه الصفحات بعدد كبير من الصور. فعندما يقوم المتسوق الإلكتروني باختيار هذه السلع ويتم التواصل مع هذا الحساب المجهول، يعطيه حساب، وكل حساباتهم التي يعطونها المستهلكين هي حسابات شخصية. كيف تعاملت وزارة التجارة مع هذه الطرق النصب، وما هي الإجراءات التي قمتم بها لمواجهة هؤلاء النصابين؟ وزارة التجارة تعمل على مسارين. المسار الأول هو المسار التشريعي والقانوني، وكما تعلمون في منتصف العام الماضي صدر نظام هام جدا، وهو نظام يمكن ويعزز الثقة ويحفز التجارة الإلكترونية، وهو نظام التجارة الإلكترونية. هذا النظام عندما صدر ولله الحمد نقل التجارة الإلكترونية إلى نقلة عالية جدا من ناحية تمكينها وتحفيزها وموثوقيتها. هذا النظام حفظ حقوق المستهلك. باختصار هذا النظام قدم للمستهلك حقوقه، لك حق الاسترجاع أو الاستبدال عندما لا تنتفع من هذه السلعة خلال مدة 7 أيام، لك حق إلغاء الشراء عندما تتأخر عليك هذه السلعة أو المنتج الذي شريته لمدة 15 يوم. هناك عقوبات على المتاجر المخالفة، هناك أيضا تنظيم لعملية الإعلان التجاري الإلكتروني، هناك تنظيم كامل جدا إلى عملية حفظ بيانات المستهلك والإفصاح عن بيانات هذه المتاجر الإلكترونية. لذلك جاء هذا النظام وهو يحمل عقوبات شديدة أيضا. يعني من ضمن العقوبات التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية لكل متجر مخالف أو معلن أو مسوق، الغرامة تصل إلى 1,000,000 ريال، وهناك أيضا من العقوبات حجب المتجر الإلكتروني وأيضا المنع من ممارسة العمل التجاري، إضافة إلى التشهير بالمخالف على نفقته. المسار الآخر هو الرقابة المستمرة. هناك إدارة عامة أسست في وزارة التجارة وهي إدارة التجارة الإلكترونية، تقوم هذه الإدارة بعمليات الرقابة الكاملة على المتاجر الإلكترونية، تتحقق من سلعها أن لا يكون هناك سلع مغشوشة أو مقلدة، تتأكد حتى من العروض والخصومات والتخفيضات أنها حقيقية ولا يوجد لها أو ولا يوجد هناك أي تخفيضات وهمية. منصة معروف وهي المنصة الوحيدة التي ترخص المتاجر الإلكترونية في المملكة وتعطيها صفة الممارسة التجارية. هناك أكثر من 55,000 متجر إلكتروني تمارس التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في عدد كبير من الأنشطة. نتحدث عن أنشطة التسويق، نتحدث عن أنشطة التصوير، المطابخ، المخبوزات، التسويق، التصوير، السيارات، حتى الصيانة، كل المجالات التي يحتاجها المتسوق والمستهلك في التجارة الإلكترونية هي موجودة في منصة معروف. هذه المنصة هي تجمع كل هذه المتاجر الإلكترونية. نوصي بالتعامل دائما مع المتاجر التي لديها شهادة في معروف. إذن 55,000 متجر إلكتروني مرخصة في المملكة عبر هذه المنصة. هناك أيضا إحصائيات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية فيها 14 مليون متسوق إلكتروني. حجم الاستهلاك السنوي لكل عملية تسوق يتسوق الفرد يصل إلى مبلغ 4,000 ريال. نتحدث عن عدد كبير من المستهلكين. المملكة العربية السعودية من أكثر 10 دول في العالم نمواً في التجارة الإلكترونية.
هذه التجارة الواعدة المتحفزة، يأتي نظام التجارة الإلكترونية حتى يمنحها المزيد من الموثوقية ويحفز أعمالها ويجعلها إن شاء الله في مسارات متقدمة. أنتم كوزارة التجارة بماذا تنصحون المستهلك ليتفادى مثل هذه الطرق في الاحتيال والنصب؟ المتسوق الإلكتروني لابد أن يعني يتسلح بالمعرفة والدراية والوعي. عندما يكون المتسوق الإلكتروني لديه يعني لا تحتاج إلى مهارة كبيرة، ولكن فقط نوصيه أنه قبل أن ترغب في شراء أي سلعة اسأل عن هذا الموقع الإلكتروني، اسأل عن هذا الحساب، تأكد وابحث عن السعر. يعني نحن نعلم أن الأسواق الإلكترونية هي أسواق مفتوحة، هناك اختلاف وتباين في الأسعار، فعندما تجد سلعة بسعر غالي قد تجدها في متجر آخر بسعر منخفض. لابد أن يكون عند المستهلك قدرة البحث ولو يعني بشكل بسيط جدا حتى يتأكد. منصة معروف تمكن المستهلك بشكل بسيط جدا من متابعة أي متجر يريد الشراء منه. هناك يعني خاصية التقييم، عندما تدخل على أي متجر إلكتروني ستشاهد تقييم هذا المتجر، تشاهد أيضا تعليقات من تعامل معه، تشاهد أيضا آراء من يستخدمون هذه المنصة وينصحونك هل تتعامل معه أم لا. حتى يعني فيها فرصة كبيرة جدا إلى هذه المتاجر الإلكترونية أن تستمع إلى رأي المستهلك وتشاهد بعينها تجارب المستهلكين. الإعلان التجاري الإلكتروني لابد أن يتصف بعدد من السمات حتى يكون واقعيا ولا يعاقب عليه النظام. لابد أن يكون الإعلان التجاري بعيد عن تضليل المستهلك، لابد أن لا يتضمن الإعلان عن أي نشاط محظور، لابد أن يكون الإعلان التجاري أن يعلن عن سلع ليست مغشوشة أو مقلدة. كل ما يأتي في الإعلان التجاري هو جزء من العقد، كل إعلان تجاري يتحمل مسؤوليته من يقوم بالتسويق له. لذلك وزارة التجارة أعلنت وسوقت لهذا النظام وأوضحت لكل من يقوم بالتسويق سواء كمنشآت أو أفراد، ونشرت على موقعها الرسمي ومواقعها في التواصل الاجتماعي الضوابط التي تجعل الإعلان الإلكتروني هو إعلان نظامي. أيضا لابد أن يشير كل معلن سواء كان منشأ أو فرد عند وجود إعلان تجاري إلكتروني أن ينص على أن هذه المادة هي مادة إعلانية. سبق وأن عقبتم أحد الفترة الماضية؟ الفترة الماضية تم إيقاع العقوبة على أكثر من 10 متاجر إلكترونية، وتم الرفع ب7 متاجر كبرى أيضا قد تكون أو تصدر عقوباتها خلال الأيام الماضية، وفور رصد أي مخالفة تتم إحالتها إلى اللجنة ويتم إعلانها. عندما يتم يعني صدور الحكم النهائي قطعي الثبوت بالتشهير يتم التشهير، أما عندما يتم الاكتفاء بإصدار العقوبة أو الغرامة يتم إعلانها كعقوبة وغرامة.